بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. بعد، يقول الشيخ رحمه الله: المسألة 16 بعد 100 من مسائل أهل الجاهلية: التناقض بالحق، وذلك كما في قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وكما في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فمن أمور الجاهلية أنهم لما كذبوا بالحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام واتبعوا أهواءهم واتبعوا آراء قادتهم ورؤسائهم وعوائد قبائلهم تفرقوا في آرائهم وفي مذاهبهم وفي عقائدهم تفرقا أدى بهم إلى التناحر والقتال فيما بينهم وتكفير بعضهم لبعض وتضليل بعضهم لبعض. وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالتناقض والاختلاف، لأنه لا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا اتباع الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما من خالف ما جاءت به الرسل فإن شياطين الإنس والجن تجثاله وتسوقه في أودية الضلال. وأيضا الله جل وعلا يعاقبهم بهذا الاختلاف وهذا الشقاق فيما بينه. وهكذا في الإسلام، فإن من تمسك بالكتاب والسنة فإنه يكون على صراط مستقيم وعلى طريق واضح، ويحصل بذلك الائتلاف وتسود المحبة فيما بين المسلمين. فلما حدثت الفرقة والاختلاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما حدث هذا في هذه الأمة حصلت بينهم الفرقة والشحنة والبغضاء، مقل ومستكثر، حتى أدى الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا بسبب الاختلاف والافتراق عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا مصداق قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم، الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لما جاءهم من عند الله، فهم في أمر مريج، مريج يعني مختلف، مختلف لا يعرف له، لا يعرف له طريق صحيح، بل كل يدعي أن الحق معه وأن من خالفه فهو على الباطل. ولم يرجعوا إلى كتاب الله فيما اختلفوا فيه، ولو رجعوا إلى كتاب الله فيما اختلفوا فيه وحكموه فيما بينهم لرجعوا إلى الصواب، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله والرسول، إلى الرسول يوم أن كان حيا، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. فما كان في الجاهلية من الاختلاف والافتراق والأمر المريج والشقاق البعيد، كما قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، حصل هذا في هذه الأمة لما اختلفت وتفرقت عن الحق، إلا من رحم الله وثبته الله على كتابه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة ولله الحمد مع ما حصل من الاختلاف والافتراق، فإنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالخير موجود في هذه الأمة، ولكن هذا الخير إنما هو باتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما والصبر، الصبر عليهما والصبر على الأذى فيما يلقى المتمسك بالكتاب والسنة من أذية الناس وأقوال الناس، يصبر على هذا لأنه على الحق، وما دام على الحق فلن يضره ما يقال فيه وما يؤذى به، فإن هذا يكون في ميزان حسناته. فالحاصل أن هذا مآل الاختلاف والتفرق ومخالفة الكتاب والسنة، يؤول بالناس إلى الأمر المريج في عقائدهم وفي أفكارهم وفي مذاهبهم وفي مقالاتهم، أمر مريج مختلط لا يهتدى فيه إلى حق. وقد قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أراد النجاة والسلامة والفلاح في الدنيا والآخرة فليتمسك بهذا الصراط، صراط الله أضافه إلى نفسه، فقال وأن هذا صراطي أي الطريق الموصل إلى الله جل وعلا وإلى جنته،
صراطي، وقال مستقيما يعني معتدلا ليس فيه اعوجاج وليس فيه خفاء وليس فيه أي ما يخفي شيئا من معالمه، بل هو واضح. ثم قال فاتبعوه، اتبعوا صراطي وهو الكتاب والسنة. ثم نهى عن اتخاذ الطرق المخالفة لهذا الطريق، ولا تتبعوا السبل. طريق إلى الله سماه صراطا يعني طريقا واضحا، صراط في اللغة هو الطريق، سماه صراطا. وأما المذاهب المخالفة سماها سبلا، سماها سبلا، ووحد صراطه وعدد السبل، مما يدل على أن السبل كثيرة لا حصر لها، تتمثل في المذاهب والأقوال والآراء والنحل التي لا حصر لها. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يمينا وشمالا، كل يريدك أن تتبعه وأن توافق من أصحاب هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قرأ هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما، خط خطا معتدلا، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، فقال للخط المعتدل هذا صراط الله، هذا تمثيل للناس، تقريب للعقول بالرسم والتوضيح. ثم قال لهذه الخطوط عن يمينه وشماله وتلك سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، شيطان من الجن وشيطان من الإنس، فدعاة الضلال شياطين الإنس، ومن ورائهم شياطين الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم قال وإن تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ويقترفوا ما هم مقترفون. ثم قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ثم قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ثم قال إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كل هذه الآيات توضح تمام الإيضاح ما بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين هذه المذاهب والنحل. ثم إن صراط الله جل وعلا عليه صفوة الخلق، عليه الرسل، وعليه الصديقون والشهداء والصالحون، كما قال تعالى في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالذين يسيرون على هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، كما وضحهم في الآية الأخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم، وهم كل من عنده علم ولم يعمل به وعمل بخلافه،
وفي أول من يتصف بهذه الصفة اليهود، فإنهم يعلمون الحق ولكنهم لا يعملون به بل يعملون بأهوائهم، يعملون بأهوائهم وآرائهم واتباع شهواتهم وأغراضهم الدنيئة، فهؤلاء مغضوب عليهم. ثم قال ولا الضالين، وهم الذين ليسوا على علم ولا على هدى، وإنما يعبدون الله بالجهل والضلال والبدع والخرافات. وفي مقدمة هؤلاء النصارى. نعم. السابعة عشرة من مسائل الجاهلية الإيمان ببعض المنزل دون بعض، كما هي طريقة اليهود. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قال تعالى ردا عليهم قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين، إذا كنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل الله عليكم فكيف قتلتم أنبياءكم؟ هذا التناقض، فهم يتناقضون فيما يزعمون أنهم يتبعون، مع أن الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر بما والكفر بالبعض الآخر مما أنزل الله كفر بالجميع، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وكما ذكر الله عن أهل الزيغ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لا يأخذون مما أنزل الله إلا المتشابه الذي يفسرونه بأهوائهم، والمتشابه هو المجمل الذي يحتاج إلى إيضاح وتفسير، أو يأخذونه بدون تفسير صحيح يفسرونه هم من عند أنفسهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ويقولون هذا كتاب الله نحن نستدل بكتاب الله، ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه ويوضح، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هذا قصدهم، قصدهم فتنة الناس وصرف الناس عن الحق ولبس الحق بالباطل وابتغاء تأويله أي تفسيره. وكيف يدركون تفسيره وهم لا يفسرونه بما فسره الله به من المحكم؟ يرد المتشابه إلى المحكم، هذه طريقة الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله. إن أريد بالتأويل ما يؤول إليه ما تؤول إليه هذه النصوص من الأمور الغيبية فهذا لا يعلمه إلا الله، فلا يعلم ما في الجنة بالتفصيل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في النار بالتفصيل إلا الله، ولا يعلم ما يكون في المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا أريد بالتأويل التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون، فيجوز عطف الراسخين على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون ذلك، هذا إذا أريد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى. أما إن أريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء في المستقبل هذا لا يعلمه إلا الله، وحينئذ يجب الوقوف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم لابتداء كلام
يقولون آمنا به كل من عند ربه، يؤمنون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويفسرون المتشابه بالمحكم ويقولون كل من عند ربنا. وكلام الله جل وعلا يفسر بعضه بعضا ولا يتناقض ولا يختلف، ولو كان فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كلام الله جل وعلا فإنه لا يتناقض ولا يختلف، فإن حصل شيء من الاشتباه والاختلاف فهذا في ظن بعض الجهال وظن بعض الأدعياء العلم، أما الراسخون في العلم فلا يتطرق إليهم شيء من ذلك، بل يردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعضهما إلى بعض فيفسرون هذا بهذا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم تعودوا من طريقة الذين في قلوبهم زيغ الذين أخذوا المتشابه، فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خافوا أن يصيبهم ما أصاب أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه، وهذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، يأخذون بطرف من النصوص فيما يصلح لهم ويوافق أهواءهم بزعمهم في ظاهره، ويتركون المحكم الذي يفسر هذا المتشابه ويوضحه ويدل عليه. هذه طريقة الذين يريدون الفتنة ويريدون إيقاع الفرقة بين الناس. أما طريقة المصلحين الراسخين في العلم والذين يريدون الهداية للناس فإنهم يجمعون بين النصوص من كلام الله وكلام رسوله ويفسرون بعضهما ببعض يتضح لهم الحق ويلوح لهم الصواب، وذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ففرق سبحانه وتعالى بين أهل الزيغ وبين الراسخين في العلم، وبين طريقة كل من الطائفتين. فالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه هذه طريقة اليهود، ومن تبعهم من ضلال هذه الأمة من الفرق الضالة التي تأخذ من النصوص ما يوافق أهواءها وأغراضها أو يوافق من يطلبون رضاهم والتزلف لديهم ليحصلوا على حظ من حظوظ الدنيا العاجلة ويفتحون لهم أبواب الرخص وأبواب الشبهات حتى يحصلوا منهم على الحظية والمكان. هذه طريقة أهل الضلال من الأمم السابقة ومن هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم. الثامنة عشرة بعد المئة من مسائل الجاهلية التفريق بين الرسل، تفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم كما هي طريقة اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كما أنهم يؤمنون ببعض الكتاب يعني ببعض الكتب الإلهية ويكفرون ببعضها، أو ببعض الكتاب الواحد ويكفرون ببعضه، هذه طريقة اليهود والنصارى ومن تبعهم من أهل الضلال. كذلك في الرسل آمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم، فاليهود كفروا بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوة هذين الرسولين العظيمين، واليهود والنصارى كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجحدوها،
وأنكروا ما أنزل الله على رسوله من القرآن، فهذا إيمان ببعض الرسل وكفر ببعضهم، ومن فعل ذلك فهو كافر بالجميع حتى بالرسول الذي يزعم أنه يؤمن به. فاليهود كفروا بموسى عليه السلام الذي يزعمون أنهم يؤمنون به، والنصارى كفروا بعيسى الذي يزعمون أنهم يؤمنون به لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء طريقتهم واحدة ومهمتهم واحدة، يجب الإيمان بجميعهم من أولهم إلى آخرهم، كما قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عن اليهود: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، لأن نبوة الأنبياء طريق واحد، فكيف تؤمن ببعضه وتكفر ببعضه ويصدق بعضهم بعضا عليهم الصلاة والسلام؟ والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، الشرائع التي هي الحلال والحرام والآداب، أما العقيدة فهي واحدة، عبادة الله وحده لا شريك له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه عقيدة الرسل عليهم الصلاة والسلام التي دعوا إليها واحدة، وإن اختلفت الشرائع حسب المصالح والحكمة الإلهية، لكن المعبود واحد والعقيدة واحدة، فلا يجوز التفريق بين الأنبياء، لا يجوز حتى التفضيل بين الأنبياء من باب الافتخار، أن يقال نبينا أفضل من نبيكم، هذا لا يجوز. إذا كان من باب الافتخار ومن باب تنقص المفضول هذا لا يجوز، أما إذا كان هذا من باب بيان فضل الله سبحانه وتعالى ومنازل الأنبياء، والله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض من باب التحدث بنعمة الله عز وجل لا بأس به، أما إذا كان من باب الافتخار وتنقص المفضول فهذا لا يجوز، لأن كل من الأنبياء له منزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء، وقال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. فلا يجوز التفضيل بين الأنبياء من باب الافتخار، ومن باب أولى لا يجوز التفريق بينه بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. فالذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الأنبياء والمرسلين، وفرقوا بين الرسل، وبذلك صاروا كفارا. ومع هذا يأتي من يدعي اليوم أن اليهود والنصارى على الإيمان وأنهم يجب التقارب بينهم وبين المسلمين وما أشبه ذلك من الدعايات الباطلة التي يسوى بها بين الإيمان والكفر. فليس هناك دين على وجه الأرض الآن يجب اتباعه إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأديان انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا من أهل الأرض إلا أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يبقى أديان
غير دين الإسلام، فكيف يقال إن الأديان الثلاثة كلها حق وكلها يجب أن، نعم كلها حق في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تنسخ، قبل أن تنسخ وقبل أن يدخلها التغيير والتبديل والتحريف، كل أصولها حق، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر العالم باتباعه، وكانت شريعته ناسخة لجميع الشرائع، فلم يبق هناك دين على وجه الأرض دين رباني إلا دين الإسلام، شاءوا أم أبوا. نعم. نعم. نعم، من طريقة اليهود والنصارى والوثنيين والمشركين محاجتهم فيما ليس لهم به. لا يجوز للإنسان أن يحاج ويجادل إلا بما يعلم.